تمام، وانت بتقول انا اتمنى مواجهة سيمبا. احنا قلنا قرعة الاتحاد الافريقي هتكون يوم 12 مارس الساعة 2 ظهرا ان شاء الله، هتبتدي بالكونفدرالية وبعد كده بدوري الابطال. هنعمل دلوقتي قرعة على الهواء على قناة النادي الاهلي، وزي ما الدكتور احمد ثابت يعني تمنى سيمبا، هنشوف دلوقتي هو بيسحب. جايبين القرعة معانا على الهواء، اتفضل اسحب. خلي بالك الورق مش كله رجب. معانا هنا سيمبا، معانا مازيمبي، معانا الترجي. اتفضل يا دكتور ثابت اسحب. نقلب برضو. ايوه اديني الورقه بتاعتك. ماشي. اخد دي. اتفضل. اتفضل يا كابتن. اتفضل. ده القرعه بتاعتنا على الهوا. دكتور احمد ثابت هنشوف سحب ايه دلوقتي. اللي هيواجه النادي الاهلي. المفروض يواجه النادي الاهلي والقرعه يوم 12. اه دكتور احمد ثابت قال سيمبا التنزاني. دكتور احمد ثابت كان بيتمنى سيمبا. وطلع دلوقتي هو بيسحب سيمبا التنزاني. لسه هنشوف دي يعني قرعه كده ايه تجريبيه يعني بنجرب على الهوا. طيب اسحب انا برضو كمان. ثواني اقلبها لك. اه نقلب كمان استنى عشان عشان تطلع سيمبا تاني بقى. ماشي. اه ماشي نشوف. طلعت سيمبا التنزاني مره ثانيه. يعني كده عندنا بص القرعه بتاعتنا احنا الاثنين سيمبا. القرعه اللي احنا سحبناها انا والدكتور احمد ثابت طلعت الاهلي وسيمبا. لسه احنا لسه يعني دي قرعتنا على قناه النادي الاهلي، لكن القرعه المعتمده بقى هتكون ان شاء الله يوم 12 مارس. نروح لمباراه الاهلي والزمالك. مباراه الاهلي والزمالك مباراه دائما وابدا مباراه مهمه.